الله الرحمن الرحيم. عشان مشاهدين الف مبروك اليوم نفق وهلك وخطس هلك خنزير كلاب الكوهيني جسمه كافر كافر باجماع العلماء كافر بما يسمى للاسف ان مسمينا هذا الإنسان الكافر المرتد عن الإسلام صار عندكم مفكر وتنسبونه إلى مصر الشريفة. طبعا أخواني الأفاضل أنا دائما أتحفظ عن ذكر أسماء أساس ما حد يبلغ عني بالخصوصية. راح هالمرة أكتب لكم اسم هذا الكافر الآلي الخنزير المعتق في الخنزرة. راح أكتب لكم اسمه في أول تعليق وتبقى. هذا بما يسمى المفكر قضى حياته في الإساءة للإسلام، قضى حياته في الاستهزاء بالإسلام والاستهزاء بكل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. معروف عن علماني نجس قذر، واللي ضايقك اخواني الافاضل اللي ضايقك ان هالاشكال هذا اللي راح يجنني يستضاف في القنوات الفضائيه ويستضاف في القنوات اللي تابع حتى بعضها لمصر. ان هذا الاعلام سبحان الله، يعني الله سبحان الله موجودين هالانجاز فقط بهدف الحرب على الاسلام. اي انسان يحارب العفه، يحارب يطعن في الدين، يطعن في القران والسنه، يحارب الاحجاب، هذول يتم احتضانهم واستضافتهم وتلميعهم بطبق ايش؟ الراي والراي الاخر. في عليكم يا كلاب، في عليكم يا احذيه. انا اجيب كافر احطه عندي ويناقشني ويجادلني ومناظره، مناظر ناظر شنو؟ انا ناظر كافر وعساس انه والله ديني صح، ديني صح غصبا عنا. والان باذن الله سبحانه وتعالى، باذن الله الى جهنم، باذن الله الى جهنم وفي اسفل جهنم. اشكال حسبي الله ونعم الوكيل. يعني انا اقول لكم الحمد لله رب العالمين، يا رب يا رب ان هالسنه نشوفهم قزمه قزمه شبشب حمام ورا بعض يموتون وتنظف الامه. الامه لابد انها تنظف من هالاشكال قاتله الله. وين الافاضل؟ ادخلوا لجنكم تشوفون كفر هذا النجس. ادخلوا في اليوتيوب واكتبوا اسم هذا النجس، انا راح اكتب اسمه في اول مثبت. شوفوا كفره، شوفوا كيف يستهزئ بالاسلام ويطعن في الاسلام. يعني صراحه والله يا اخواني الافاضل استغرب ان يعني مثل هذا القرعداني اللي مات انتصر في ذنب الله في جهنم، شلون انتم يعني انا استغرب من الشعب المصري كيف يرضى ان اعلامه يمجد ويقدس في الاشكال ويستضيفهم عنده والعلماء والشرفاء في السجون. حسبي الله من الوكيل. الف مبروك للشعب المصري، اولا الف مبروك لكل انسان مسلم. وما بترحم يطلع لي واحد يقول والله بالعكس ادعي عليه ان يكون الان في حفره من حفر جهنم في القبر. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكويه بنار جهنم وفي قبره الان وان يعجل عذابه في جهنم. قاتله الله. لا يطلع واحد يدافع عن الكفر، لا يطلع واحد يقول لا تسير، انا قاسي، انا قلبي اسود، انا الان لو كشفت عن قلبي راح تلاقون فيه سواد على الكفار، سواد على من يعتدي والعياذ بالله على احكام الله واحكام رسوله. لا تاخذكم رافه على هالانجاز، وادعوا يا مسلمين ان هذه السنه باذن الله سبحانه وتعالى كل يوم نفرح بوفاه واحد من هالانجاز، نفرح كل يوم بوفاه وهلاك ونفوق حيوان وخنزير من هالخنازير اللي قضوا حياتهم فقط في
الحرب على الإسلام. أحمد قابوس عف أهلك. أحمد والله بذبح خروف. أحمد قابوس عف أهلك. عفروا ملك عف. عبالكم يا هجاز عبالكم. والله اليوم هذا عيد بالنسبة لي. أتمنى ادخلوا شوفوا الفطيسة هذه وراح تكون اسمه في أول تعليق. أتمنى الرسالة تكون وصلت.